أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فزاجرات زجرا فتليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف لخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشهد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناه من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وكفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضكم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فباكه.
وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيداء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قارين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فطلع فراه في السماء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المقدرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليحمل العاملون. ذلك خير نزلا أم الشجرات تزكون؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنهم شجرات تخرج في أصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لأكيلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لي إلا الجحيم، إنكم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يقرؤون. ولقد ضل قبلكم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.
إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرات في النجوم. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تحملون. قالوا أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناك أي يا إبراهيم قد صدقت الرقيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما صراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين.
إذ قال لقومه ألا تتكون أتدعون بخله وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلى عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدخلين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبيس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه في العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرات من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتخناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنكم من إفكهم ليكلون ولد الله وإنكم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنكم لمقدرون سبحان الله عما يصفون إلى عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سال الجحيم وما منا إلا له مقام مقلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنكم لكم المنصورون وإن جندنا لكم الغالبون
وتول عنهم خطاهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستخجلون فإذا نزل بسخطهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم خطاهم وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاد والقرآن ذي ذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبله من قرن فنادوا ولا تحين مناص وأجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندكم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مخزوم من الأحزاب كذبت قبلكم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد والثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير مكشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نخجة ولي نخجة واحدة
فقال أكفلنيك وأذني في الختام. قال لقد ظلمك بالسؤال نقجتك إلا أن يعجف، فإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معكم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربك وخر راكئا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ أريد عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوك علي فطفق مسخا بالسوق والأقناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له ريحا تجري بأمره روحا حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأسفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فبخبنا له أكله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
فخذ بيدك ضِغْثًا فاضرب به ولا تكنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر بعدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصات ذكر الدار، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحات لكم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وإنهم كاسرات طرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنكم صالون. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنكم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل نار. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه مخردون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سبيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منك فإنك الرجيم.
فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينكم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.